اهلا بيكم بعد الفاصل في المطبخ ست البيت مع فالنتينا. افكركم احنا كنا بنعمل الكيكه من الجريب فروت وهي استوت عندي، فاحنا هنخلص بس هنعملها للصوص. كمان هنعمل وصفه ثانيه، هنعمل بسكوت باللوز، فدي حاجه من الحاجات انا بحبها جدا، بس يعني مش دايما بتطلع مني كويس، فانا قعدت كتير لغايه ما دورت على الوصفه نفعت معايا. فاولا انا كنت هنا عندي سفارة البيت، انا واحده 4 قطع من سفارة البيت، بس هو بيقعد كتير جدا جدا لغايه ما نضرب سفارة البيت كويس. لازم تكون ماسك نفسه جامد قبل ما نبتدي ندخل فيه السكر بودره. فمعلش يعني قبل انتوا كنتوا مش موجودين، انا رحت ضربت البياض البيض عشان انتوا ما تزهقوش. فلو بسينا عليه اهي عندي بياض البيض، فدلوقتي واحده واحده هنبتدي ندخل السكر بودره. هنحتاج تقريبا 150 جرام من السكر بودره، وهندخل السكر بودره واحده واحده. تقريبا كده تمام، يعني معلش انا متاسفه جدا، نضرب البيض مع السكر بياخد فتره طويله، فيعني معلش. فاحنا كده عملنا البياض البيض مع سكر. عندي هنا اللوز، فانا محتاجه زي البودره اللوز، اشيل شويه من اللوز عشان الديكور، لكن بقيه اللوز هنعمل منه بودره. لو لقيته مثلا في السوبر ماركت لوز مضروب كده اهوت، بس يعني هو ما بتتباعش للبودره زيت نفسه، فكده كده لازم نضربه، بس لو لقيته قطعات صغيره يعني مكسوره كده اهوت احسن. يعني طول اللوز زيت نفسه يبقى زي البودره تكون احسن. يعني لو يعني مثلا انا اوقات مش عارفه ما بتطلعش مني الرفيع خالص اللي زي بودره كده، بس ما فيهاش اي مشكله يعني زي ما يطلع ان شاء الله. فاحنا دلوقتي اخر حاجه هنحط السكر فانيليا في السكر مع البيض اللي احنا عملناه، نضربه مرة بس. تمام، فهناخد دلوقتي البيض وهناخد بودرة اللوز اهي. لو عرفتوا تعملوا البياض البيض مع السكر تكون مسك نفسه يعني جامد، ده تكون احسن عشان ده هيطلع في البسكوت يبقى احسن. يعني زي ما انا بقول لكم انا جربت اعمل بسكوت باللوز كتير،
يعني بصراحة، بس مش دايما بيطلع معايا كويس، مش عارفة ليه. يعني دي واحدة من الكيتشن ديزاسترز بتاعتي، الكوارث بتاعت المطبخ. يعني كذا مرة جربت أعمل البسكوت ده، يعني عشان بسكوت أنا بحبه جدا، البسكوت اللوز ده حاجة مش ممكن، جميلة قوي، مش كل مرة بتطلع مني، مش عارفة ليه، مش عارفة. فمعليش يعني، إن شاء الله المرة دي هتطلع معاكم، نشترك فيها سوا عشان تبقى تطلع كويسة. أهي عندي الحاجات بنخلطها في بعضه. عندي هنا شوية دقيق، احنا هنزود الدقيق ونحطه واحدة واحدة في عجينة البسكوت. ليه واحدة واحدة؟ عشان خاطر ما كانش ينفع نضرب في الخلاط. لو كان هنضرب في الخلاط، الهواء اللي احنا دخلناها جوه في البيت كلها هتروح. فلازم احنا واحدة واحدة نخلط البيض مع الدقيق عشان الهواء ما تروحش من العجينة. فمثلا لو تعرفوا البسكوت اسمه ماكرون، دي الحاجة فرنساوي بيعملوها الناس في فرنسا، يعني ممتازين، مش عارفة ازاي بقى. يعني حاولت وكنت بجيب الوصفات من ناس صحابي وناس من فرنسا وبقول لهم طب احكوا لي اعملها ازاي. فطلع الخميت اصلا لازم تكون من فرنسا، فلازم تكون كل حاجه تيجي من بره عشان تطلع زي ما هما بيعملوها، يعني استحاله. فقلت انا مفيش مشكله، هعمل انا البسكوت قد طعمه جميل، بس يعني ممكن ما تكونش الحلو والخفيف كده زي ما بيعملوا في الفرنسا، بس معلش احنا في مصر يعني برضو هننبسط ان شاء الله. اهي احنا كده عملنا الأجينة بتاعة البسكوت، ان شاء الله هتطلع كويسه يا رب. ده اولي بس. فهناخد الصينيه، انا ادهنها الزيت. يعني في طريقه تانية، ممكن ناخد ورقه المطبخ، ورقه الزيت ده زي ما بيسموها كده، ونحط في القرص الصينيه. بس انا جربت اعمل كده وللاسف البسكوت لزق فيها. يعني مثلا لما بنعمل مارينج دي لازم حاجه نعملها كده، لكن مع بسكوت ده يعني هو بيلزق فيها وبعد كده ما بقدرش اطلعه. فهناخد احنا العجينه، نحاول نعمل لها نكورها كده، هي كده وكده هتفرد نفسها في الفرن. يعني اول ما تدخل في السخانيه هي هتفرد نفسها. فاحنا نلم العجينه البسكوت كده اهوت، نحطها كده. نعمل كور برضو، نبعت الكور من بعضهم عشان خاطر يعني هما يعني هيفردوا نفسهم عشان ما يلزقوش في بعض. دهوت تقريبا نفس المقاس. وانا اللي سايبه شويه اللوز لوحده لسبب، ليه؟ عشان احط اللوز الوش البسكوت بتاعتي كده وادخله الفرن. هو هياخد بتاع مثلا 20 دقيقه في الفرن على درجه حراره 180. دلوقتي اخر حاجه عايزين نعملها مع بعض، هناخد عصير جريب فروت حوالي مثلا معلقتين ثلاثه. ماشي. عندي هنا سكر عايزين نسيحه مع العصير بتاعتنا، وناخد كمان معلقه كبيره من الزبده. عايزين نسيح كل ده في بعضه. ليه؟ عشان خاطر زي ما انا قلت لكم الكيكه خلصت. فادي الكيكه بتاعتي، وزي ما انتم شايفين هي شكلها جميله جدا. الحاجة الوحيدة عايزين نعملها مع بعض ناخد
نعمل زي الصوص بتاعها وندهن الوش بتاعة الكيكة. لو عايزين تحطوا سكر أكتر عشان تعمل زي زي ما احنا بنعمل مثلا زي العسل في على الحاجات لما نحط مثلا بعلاقة او لا اي حاجه ماشي ما فيش مشكله، لكن انا بس عايزه اسيح الزبده مع عصير الجريب فروت وسكر كده هو عشان ده هتدي طعم لطيف وفي نفس الوقت شكل لطيف للكيكه بتاعتنا. زي ما انا بقول لكم يعني بصراحه انا مع نفسي مش احط السكر كتير، لكن يعني زي ما انتم شايفين كده الصوص خفيف، فاحنا عادي جدا ممكن ناخد السكر زياده وندهن الكيكه بتاعتنا اهي. ناخد الكيكه وندهنها الصوص، فالزبده هتدي اللمعه ليها الكيكه، العصير الجريب فروت هيدي طعم زياده تمام، وسكر برضو هيدي طعم لطيف للكيكه بتاعتنا اهي. واحنا كده خلصنا الكيكه، عندي لسه البسكوت في الفرن، فاحنا دلوقتي هنطلع فصل سريع كده اهوت وهنرجع هنوريكم البسكوت ده شكله عامل ازاي عشان هنحطه جنب الكيكه. خليكم معانا. ادي البسكوت بعد ما يتقمل في الفرن، هو اخد مني تقريبا نقول 15 دقيقه ممكن ياخد اكتر شويه. فالطريقه انا بعمل بيها سهل جدا زي ما انتم شايفين، بيطلع طعمه جميل ان شاء الله هتعجبكم. ولو عايزين تشوفوا الفيديو تاني زي نعمل كيكه الجريب فروت، زي ما انا بقول لكم لو ما لقيتوش ما عندكوش حد جاي من روسيا يعني كلموني، لو ما عرفتوش تكلموني او تكتبوا لي حاجه على الايميل وما لقيتوش البذور الورد مفيش مشكله، نعمل نفس الكيكه بنفس الطريقه بس من غير البذور الورد. ان شاء الله هتعجبكم، واحنا هنشوفكم كل يوم في الحلقه جديده وهنعمل حاجات جديده وحلوه مع بعض.